أهلا بحضراتكم من جديد. بعد ساعات قليلة سينطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب في الداخل، وهيتم فتح اللجان صباح الغد من 9 صباحا، ويستمر التصويت حتى 9 مساء. ومن المقرر أن يدلي في هذه الانتخابات حوالي 63 مليون ناخب، وبكل تأكيد هذا الاستحقاق الدستوري التاريخي بيتطلب من كل مواطن مصري حريص على أمن بلده واستقرارها أنه يمارس حقه الانتخابي ويشارك بصوته في الانتخابات. المشاركة في الاستحقاقات الدستورية بأشكالها المختلفة بالتأكيد بيعتبر واجب وطني على الجميع، وهو واجب على كل مواطن أنه يختار الأشخاص أصحاب الخبرات والكفاءة علشان نضمن من خلالهم تقديم الأدوات والآليات اللي ستسهم بشكل كبير في عملية البناء والتنمية. مش بس كده، لكن كمان علشان نرد كيد الكائدين من الموالين للجماعة الإرهابية والتابعين لها في الخارج. النهاردة عندنا لقاء خاص عن أهمية المشاركة في الانتخابات ودورها في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز الأمن القومي، لكن الأول اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير يا سيادة العميد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منورنا. شكرا جزيلا. قبل ما نروح الانتخابات أنا عايز أروح الأول لهذا الخبر، لأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي علق على الاتفاق اللي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهاردة الجمعة بين إسرائيل والسودان. وقال الرئيس السيسي: أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، وأثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين. قراءتك إيه لهذا الكلام؟ قراءتي الحقيقة أن الجملة الأخيرة اللي اتكررت في بيان أو تغريدة السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذه المرة، وأيضا قبلها في اتفاق السلام والتعاون ما بين الإمارات وما بين إسرائيل، أعتقد أن هي دي مفتاح القراءة الحقيقية للموقف المصري، ويعني أنا أضم نفسي لهذه القناعة، وهي أن مصر بترحب الحقيقة بخلق بيئة من بيئات السلام والتعاون. إن المنطقة وهي مرهقة بهذا القدر الكبير من التهديدات ومن الاحتقان، جهود تحقق مزيد من التعاون أو تفكك إشكاليات قديمة من أجل الوصول إلى استقرار في المنطقة، ده هدف استراتيجي مهم جدا مصر بترحب بيه، وترى أن هو بيمهد الطريق بشكل إيجابي كي يمكن الوصول إلى الحقوق الفلسطينية، اللي مصر أيضا في ذات الوقت بتؤكد على أنها من الثوابت المصرية ومن قضايا العرب المركزية، وهي أن يكون للشعب الفلسطيني حقه في أرضه، في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. هو ده مفتاح الموقف المصري ربما، وهو ده شكل الترحيب، ان احنا فعلا بنخلق بيئة من بيئات السلام والهدوء في المنطقة، يمكن على ضوءها وفي ظلالها ان احنا نصل الى مستهدفاتنا الاستراتيجية ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا بقى نروح للانتخابات. وليه بنقول فعلا ان المشاركة في انتخابات مجلس النواب هي واجب وطني على كل مواطن؟ لأن هي الحقيقة هي صناعة للحياة السياسية، يعني هي كل مواطن مصري 63 مليون ناخب، هذا القدر الكبير جدا أو الجزء الكبير من الشعب المصري هو اللي بيصنع حياته السياسية، هو اللي بيصنع البيئة السياسية بكل مشتملاتها في الداخل لمدة 4 أو 5 سنوات قادمة، عمر الدورة الجديدة للمجلس الجديد، بيصنعه بإيده وباختياراته، وبيصنعه بأنه هو يشارك، وأن كل العالم وإحنا كلنا في الداخل قبل العالم ندرك إن هذا البرلمان هو من صنعنا، من صنع اختياراتنا، من ممثلينا بشكل حقيقي، عليهم واجب ان هم يلبوا طموحاتنا اللي احنا حاطينها على عاتقهم، ان هم داخلين يلعبوا دور تشريعي مهم جدا بيمثلوا الدولة المصرية والشعب المصري في كل القضايا التي ستكون معرض لفحصهم ولبذل الجهد فيها خلال الفترة القادمة. ولذلك بنقول ان المشاركة الحقيقة مشاركة مهمة جدا، امر فارق في مسألة التمسك بالثوابت الوطنية،
مش بس كما أشرتي حضرتك في المقدمة قطع الطريق على التهديدات، وإن كان هذا الأمر مهم وربما يعني نعود لي، لكن أنا بتكلم على الجزء الإيجابي في البداية الحقيقة، وهو أن المصريين بقى 100 مليون عندهم طموحات كبيرة، 100 مليون جوه مشروع وطني عملاق وضخم وكبير، 63 مليون اللي هم الناخبين هم اللي قادرين بقى يعبروا عن هذا المشروع وهذا الطموح بأن هم يقولوا لنفسهم ويقولوا للعالم كله إن احنا نازلين نختار مجلس تشريعي رقابي، مجلس ممثل لينا في الرقابة على الأجهزة التنفيذية، مجلس يلبي طموحاتنا في صياغة القوانين والتشريعات وقادر يجابه كل المتغيرات، ساحة حقيقية للحديث وللتباحث في كل الهم المصري وفي كل شؤون وشجون المصريين. يعني الأمر يحتاج فعلا إلى دقة في الاختيار وإلى مساهمة إيجابية. طب أهمية المشاركة كمان في الانتخابات تشريعيا وسياسيا يا سيادة العميد؟ لو احنا بنقول ان احنا بنبني حياتنا السياسية يبقى احنا عايزين تطوير، التطوير ده لن يكون ليه ساحة بأفضل من الساحة التشريعية، الساحة اللي هي يعني شرعيته مستمدة مني ومن حضرتك ومن كل الناخبين من ال 63 مليون اللي ان شاء الله الغالبية العظمى منهم تكون موجودة أمام لجان الانتخابات بتضع صوتها بحرية كاملة وبثقة في هذا الاختيار. الساحة دي هي اللي هتبقى بتصنع السياسة المصرية، الساحة دي هي اللي هتبقى كل ما نحتاج إلى تشريع أو قانون أو نعدل أو نشيل أو نطور أو نكبر من ميزانيات أو نفحص بنود داخل ميزانية أو كل الشؤون اللي ممكن نتخيلها في داخل تفاصيل العملية السياسية والتشريعية، الساحة الوحيدة الشرعية لأنها استمدت شرعيتها مننا هي ساحة البرلمان القادم. طيب باعتبارك رجل أمن في المقام الأول، قل لي يا سيادة العميد أهمية المشاركة كمان في تعزيز الاستقرار السياسي ويمكن تحديدا كمان في فكرة الأمن القومي ومساندة الأمن القومي من قبل المواطنين. طيب هنا بقى فعلا يبقى احنا هننتقل الى جزء المهددات، فعلا احتياجنا لتعزيز الامن القومي، ودي جملة بحيي حضرتك عليها ان هي فعلا بتضع الامر في نصابه الصحيح. مش ممكن نكون بنتكلم على اقليم على درجة عالية جدا من الاضطراب، مهددات لمصالح مصر الاستراتيجية موجودة وحاضرة وتحدثنا عنها بالتفاصيل في محاور مصر الاستراتيجية الأربعة، ربما بذل مصر جهود كبيرة جدا من أجل الحفاظ على مصالحها وعلى ممتلكاتها وعلى ثرواتها، كل هذه المنظومات تحتاج إلى جدار صلب في البيت من الداخل، عمرنا ما نقدر نتحرك بحركة يحترمها الإقليم ويحترمها العالم من غير ما يكون عندنا تعزيز بجدار البيت من الداخل مبني على أسس سليمة. والبيت من الداخل دي يعني هو البرلمان، يعني هم ممثلينا، ممثلين الشعب، هم دول اللي يقدروا يعززوا فعلا مقتضيات الأمن القومي المصري. بيناقش طبعا داخل البرلمان، مش دي القضية، ان هو بيناقش ويبحث واتخذ كافة القرارات القانونية والسيادية داخل جنبات هذا المجلس. ولذلك بنقول للمواطنين نحرص جدا جميعا، كلنا بنقول لأنفسنا وبنقول لأشقائنا وكل الشعب المصري ان احنا نحسن الاختيار وندقق في هذا الاختيار، وان احنا نبقى بندفع بالوجوه القادره على حمل المسؤوليه، وانها تبقى فعلا بقدر هذه المفاهيم اللي حضرتك بتقوليها. احنا هنحافظ على الامن القومي بتاعنا عبر هؤلاء، عبر هذه النخبه اللي هننتخبها، اللي هتبقى واقفه كجدار صلب حقيقي نقدر فعلا الدوله المصريه تستند عليه وتبقى مدفوعة للأمام بمنتهى الثقة إن ممثلين الشعب بيلعبوا دورهم اللي بيعزز الأمن القومي، بيلعبوا دورهم في إن هم قادرين يشوفوا كل مشكلات
اللي من الممكن انها تحيط بالدولة المصرية ويكونوا حاضرين بأدوارهم داعمين لكل العمل التنفيذي كما هم مراقبين لي، هم داعمين لي بكل أدوارهم التشريعية. طب بالمناسبة شايف ازاي المنافسة بكرة؟ أنا شايفها يعني منافسة على مستوى القوائم مهمة وهتكون فارقة، لكن أعتقد اللي هتكون منافستها أكثر إثارة هي المقاعد الفردية، لأن الحقيقة عدد كبير جدا وشخصيات كبيرة في معظم دوائر الجمهورية وجميعهم يتنافسوا على الفوز بثقة المواطن المصري، وكلهم الحقيقة على قدر عالي جدا من الاقتراب من المواطنين. ده الملمح البارز الحقيقة في انتخابات 2020، إن المنافسين جميعهم أقوياء، فستكون المنافسة وربما نشهد إعادات كثيرة، وده اللي هيضفي حماسة وإثارة على الوصول إلى من سيفوز بالمقعد. مفيش دايرة ما فيهاش شخص واثنين وثلاثة جميعهم يليق بيهم إن هم فعلا يكونوا ممثلين لأبناء دايرتهم وممثلين للشعب المصري، بعد ما هيجري انتخابهم هيبقوا ممثلين لينا جميعا. مفيش دايرة تخلو من ده، وده مهم جدا. وده الحقيقة انطباعاتي الأولية بأن أيام الانتخابات سيجري فيها نشاط سياسي مصري حقيقي هيعبر عن نفسه في هذه المنافسات. تقييمك إيه سيادة العميد لأداء الشباب ومشاركتهم يعني خلال الفترة اللي فاتت، وهل الفترة اللي جاية ممكن نشهد طفرة في الأداء السياسي؟ أنا أتوقع ده الحقيقة، لأني من متابعتي ومراقبتي أنا بتكلم طبعا عن مشاركتهم في البرلمان. طبعا يعني أولا وجوه اللي شفناها خلال البرلمان اللي انقضت مدته الحقيقة كانت وجوه مشرفة جدا، وكانت حاضرة وكانت داعمة لمسألة خلق جيل جديد من السياسيين المصريين. الشباب والشابات، والشابات كانوا نجوم، وما كانش انحياز المواطنين للمرشحين النساء من فراغ الحقيقة، يعني كانوا محل الثقة فعلا وأرضوا طموح المواطنين بشكل كبير جدا. ربما احنا يعني لسنا في معرض ان احنا نقول اسماء، لكن الناس عارفاهم، عارفة الشابات والسيدات اللي كانوا على قدر قوي جدا من الظهور ومن لعب أدوار مميزة في البرلمان. برضو التجربة السابقة اللي هي لسه لم يمضي عليها أسابيع وهي تجربة مجلس الشيوخ الحقيقة عززت هذا التفكير وهذا المبدأ، بأن مصر وهي بتخلق جيل جديد من السياسيين الحقيقة هي بتنظر إلى المستقبل، وهي بتستثمر كاستثمار وطني استراتيجي فعلا في هذا الجيل الجديد. شايفين في مجلس الشيوخ عدد كبير دخل الانتخابات وقدر انه يحصل على المقاعد، وجاءت تعيينات رئاسة الجمهورية بالمية المعينين كي يعزز هذا التوجه، وان الاجيال الجديدة هي اللي تكون موجودة وتكون حاضرة، وده الحقيقة كان محل استحسان كبير جدا من الرأي العام المصري، ان مجموعة معقولة جدا قدرت انها تخش في الانتخابات، وجاء الاختيار والتعيين الرئاسي ليعزز هذا المفهوم، يعزز مفهوم الشباب، وان يبقى الاجيال الجديدة احنا بندفع بيها علشان هم اللي هيتحملوا فعلا المسؤولية، وان هم يقدروا يلعبوا ادوار، وهم الاقرب بالمناسبة من النسيج المصري والحياة المصرية والمشروع الوطني الكبير، هم اصحابه النهاردة. فالجيل ده هو اللي هيقدر فعلا يعبر عني وعن حضرتك وعن المصريين جميعا، وهيقدر يبقى وجهة حقيقية لجيل أولا على درجة عالية من التأهيل ومن التعليم ومن الثقافة السياسية، وده احنا محتاجينه جدا في المستقبل إن شاء الله. طيب عايز انتقل للأبواق الإخوانية، وفي رأيك يعني ايه هي دلالات استمرار الأبواق الإخوانية في محاولة تشويه صورة الانتخابات البرلمانية في مصر يا سيادة العميد؟ هو تكرار ممل الحقيقة، وتكرار بيظهر مع كل خطوة نجاح، يعني ربما نستمد تقديرنا لأهمية هذه الخطوة من أن بيتم الهجوم عليها من الإخوان.
الإخوان اللي بدأوا يهاجموا الدولة المصرية من أول قناة السويس الجديدة وإقليم قناة السويس ومشروع مصر العملاق والاستراتيجي الكبير والضخم دوت، وصولا إلى انتخابات البرلمان، اللي هاجم مشروع بهذا القدر وبهذه الأهمية وبهذا الوضع الاستراتيجي المشروع، مشروع استراتيجي بكل المقاييس، مرورا بقى يعني ده كان أول انطلاق لمشروع قومي مصري ضخم في العام 2014 لغاية 2020، مفيش خطوة تساهم في تدعيم وتعزيز مكانة مصر في الداخل وفي الخارج وفي الإقليم وتعزز مكانتها في أنها تلعب أدوارها على المستوى الدولي، حتى إلا ونلاقي محاولات من الإخوان لقطع الطريق. هم مدركين تماما أن المصريين لما هينجحوا في انتخاب وبناء وصناعة برلمان حقيقي شرعي معترف به اختيار للمصريين جميعا، معزز بكل الشرائح اللي احنا اتكلمنا عنها، معزز بالشباب ومعزز بالمرأة المصرية ومعزز بكل فئات الشعب المصري، وخارج من تنافس حقيقي لشخصيات وطنية نازلة الانتخابات بتبذل مجهود علشان تنال الثقة. صدقيني حضرتك الكلام دوت يضرب كل هجمات الإخوان في مقتل، ويجعلهم فعلا مثل الكلاب المسعورة في هذه الأوقات، ويحاولوا أن هم يهاجموا هذه التجربة ويطفوا عليها سحابات من الدخان ومن الضباب في محاولة للتشويه وللتشويش على الشعب المصري أنه رايح يعمل خطوة مهمة جدا جدا تكسب الحياة السياسية في الداخل ثراء كبير جدا احنا محتاجينه علشان نكمل مشروعنا الوطني الشامل. تمام. طب عايزه اروح للمنظمات الحقوقيه، والحقيقه انه تحت ستار حقوق الانسان بتلجا هذه الجماعه الارهابيه الى توظيف المؤسسات الدوليه او بعضها طبعا للهجوم على مصر. ده سببه ايه؟ لان الحقيقه هذا المجال هو مجال لافت للانتباه، مجال مثير بالنسبة لوسائل الإعلام، مفيش شك في دوت. فقدان المصداقية على مستوى الـ وسائل الإعلام العادية، إن مفيش مساحة للمصداقية من الرأي العام لا المصري ولا العالمي لهذا الضخ المستمر من قبل أبواق الإخوان ومن قبل المحور المعادي بكل المقاييس. فمحاولة اللجوء إلى منصات حقوق الإنسان دائما بتبقى هي تكاد تكون الطريق السهل، لأن كل هذه المنظمات بتحاول إنها طول الوقت، مش في مصر بس بالمناسبة، لو أي حد تقدم على أي دولة في العالم وقال إن هي عندها مخالفات وعندها انتهاكات وعندها تضييق على حقوق الإنسان وخلافه، هذه المنصات هي بتتعايش وتتكسب من إثارة مثل هذه القضايا، وهي قضايا ليها طابع إنساني، فطوال الوقت من الممكن طرحها والترحيب بها، لكن الحقيقة في صلبها بالنسبة لمصر وبالنسبة لما تتعرض ليه، الحقيقة مؤسسات مصر المختلفة ردت على ده أكثر من مرة، عشرات المرات، وهي ترد بوثائق رسمية إن كل ما يأتي على ألسنة جماعة الإخوان اللي بتستغل هذه المنصات زورا وبهتانا بأنها منصات لحقوق الإنسان أو بحثا عن حقوق الإنسان، الحقيقة يعني بتبقى المسألة غير قابلة للتصديق. الأجهزة المصرية والمؤسسات المصرية ودولة القانون فعلا قدرت أنها تضحط كل هذه الهجمات خلال الفترة الماضية، لكن هكذا هي طبيعة العالم. ما نلتفتش من وجهة نظري وما نعطيش هذا الأمر أكبر من حجمه، هو موجود طوال الوقت وبيمارس ضد كل دول العالم، بيمارس من الجماعات المعارضة للدول وبيمارس أيضا من الجماعات المشوهة مثل جماعة الإخوان اللي احنا بنتعرض ليه. جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو سيادة العميد استخدمت ملف حقوق الإنسان لتشويه سمعة مصر قدام المجتمع الدولي، وده بالتعاون مع تركيا وقطر طبعا، والحقيقة أنه ده أدى يعني لتسييس ملف حقوق الإنسان في مصر، وأدى كمان لتحويل ساحة المجلس الدولي لحقوق الإنسان لساحة تلاسن. يعني صحيح. تعليقك صحيح. إيه على هذا الكلام؟
عايزين نبذل جهد علشان نبقى بنتكلم في العمق وبقدر من الموضوعية والعقلانية. هي ساحات صعبة، وزي ما بقول لحضرتك الحديث عن القضايا الإنسانية دائما حديث يستمع إليه ويلتفت ليه، وحديث يجذب الأذان ويجذب وسائل الإعلام العالمية، واللي ما يعرفوش التفاصيل داخل مصر ربما ينخدعوا بمثل هذه الشعارات أو مثل هذه الأطروحات. ده يلقي علينا احنا عبء في مصر ومؤسسات مصر المختلفة ومؤسسات الإعلام المصرية والمجتمع المدني المصري ومجلس القومي لحقوق الإنسان، ان احنا نبذل جهد ما نتركش الساحة فارغة لإطلاق مثل هذه الأقاويل، لأن احنا قدرنا نفكك وقدرنا نفهم هذا الأمر بيتم بشكل ممنهج وبيتم بشكل فيه قدر من المؤامرة وقدر من الترتيب ما بين مجموعة من الأجنحة، وفي شخصيات بتمول وفي دول بتمول وفي دول بتروج إعلاميا وفي شخصيات بيتم الدفع بيها علشان تجذب الانتباه من فنانين ومن كتاب ومن شخصيات حاملي مزدوج الجنسية وغيرها. إذا كنا احنا قدرنا نفكك المشهد على هذا الأمر وعرفنا حقيقته، والغالبية العظمى من المصريين الحقيقة مدركين لهذه الحقائق بشكل كبير، طيب محتاجين ناخد الخطوة اللي أبعد وإن احنا ما نسيبش الساحة لهؤلاء إن هم يظلوا طوال الوقت يرددوا هذه الأكاذيب بحق الدولة المصرية والشعب المصري. لا، احنا مفروض نكون متواجدين ونقارع الحجة بالحجة ونقدر نقول كل الحقائق اللي بتدور جوه بلدنا مستندين على الحقائق القانونية والأسانيد القانونية اللي نقدر نقدمها. الأمر ده بيحتاج لجهد كبير، احنا محتاجين مزيد من بذل الجهد في هذه الساحة حتى نستطيع الرد بقوة واقتلاع مثل هذا القدر من التشويه من طريق الدولة المصرية. الدولة المصرية بتحظى بثقة عالية جدا في كل المحافل الدولية على المسارات الحقيقية بقى والواقعية، مش هذه سحب الدخان وهذه الأباطيل والأكاذيب اللي بيحاولوا إن هم يستخدموها طوال الوقت. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شرفتنا يا فندم. شكرا، أنا بشكرك. شكرا لحضرتك. شكرا ليك وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وأشوفكم بكرة في مواجهة جديدة. إلى اللقاء.